4 لفريق نصر. واضح ان احنا بنعتمد على الزياده العدديه في الدور الثاني على اعتبار ان احنا بنلعب اثنين مساكين. ضربه مرمى لفريقنا القومي، واضح ان احنا في تنظيمنا الدفاعي بنلعب ب وادي فريق الجزائر بيتلقى الهدايا، وان شاء الله عرفنا فريقنا القومي وتشكيله وفريق الجزائر. والحكم عمل القرعه كابتن مصر النهارده جمال عبد الحميد اقدم اللاعبين، وربنا يوفقه النهارده هو وحسام حسن، لان هم دول اللي هيترجموا لنا المباراه الى اهداف. والملعب مليان على اخره في مدينه قسطنطينه في استاد 17 يونيوس اسمه كده سنة 1956. نمرة 10 ماتجير نمرة 11 الاحتياطي بوجالتي ومعيش عبد الوهاب وبين عبو محمد وسايب ده سايب ولا صايب صايب ولعمري في هذه المباراة الهامة. ايوه ولا حاجة، احنا بننافس تكتيك هجومي وننافس تنظيم دفاعي. ضربة مرمى لفريق بس الفريق الجزائر بتلعب على طول ناحية الشمال ونايل نفسه رابع فاجر وبيقولوا فيه الأول الحقيقة هناك في كتير مفيش شك ولابية يشيل معاه هدف رابع رابولا ومازل على مرة واحدة يلعبها الحكيم مبدان وهرب من منطقته مع إبراهيم حسن برافو يلعب لعبة المرمى لإبراهيم ومجدي عبد الغني بطول ياخدها إن شاء الله تفوز وإن شاء الله تكون نتيجة كويسة بإذن الله. فرنسا شوطة حلوة بتفوت جنب الآية مش ضربة مرمى لفريقنا القومي رحموني باص الطولي ناحية اليمين لفرحاوي خلص اللف باص الشمال رابح ماجر استلم رابح ومع هشام عبد الرسول ويزوق كانوا هيستغلوا فيها اشرف قاسم في انطلاقات والباص الطولي تفصيلة حلوة رابح ماجر وهاجم معاه هشام ياكا من رابح هشام رابح هشام بس كويس رابح العرض العرض خطره خطره رابح ماجر وعلى فكره احنا في مصر بنقول عليه ما يتفعليش لعب ناحيه الشمال لماجر ونرجعها ورا تاني سنتر طويله مجدي عبد الغني مأخر نفسه يلعبها بدماغه يردها كل مش سايبه وكاس خلطها لنفسه بس كاس توصل ليه بلومي هاتو خط وباص طولي لكن هشام يكن بدماغه على طول بترد تانية هاتو خط وهشام يكن قافل وبيشوط من بعيد بترد تيجي في العارضة خط توصل لماجر ناحية الشمال متفرج بيتفرجوا على المباراة دول داخل الاستاد لكن في حوالي 15000 متفرج موجودين